انتحار سارة حجازي، من هي الناشطة المتهمة بالترويج للمثلية الجنسية؟ حجازي تصدر اسم الناشطة سارة حجازي ترند محرك البحث العملاق جوجل، وذلك عقب تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انتحارها في مقر إقامتها بكندا. ونستعرض معكم أبرز 7 معلومات هامة عن الناشطة سارة حجازي والتي لا يعرفها الكثيرون. سارة حجازي هي ناشطة حقوقية تبلغ من العمر 30 عاماً، حظيت بشهرة وجدل واسع عقب إعلانها في عام 2016 مثليتها الجنسية. سارة حجازي متزوجة من شاب مصري وتعيش في كندا منذ عام ونصف، وهي من أبرز المدافعين عن المثلية الجنسية والتنوع الجنسي وحقوق الرينبو، وتم إلقاء القبض عليها عام 2017 بسبب رفعها علم المثليين. وجهت النيابة العامة لسارة حجازي تهمة التحريض على الفسق والفجور لرفعهم علم قوس قزح رمز حقوق المثلية خلال حفل للفريق اللبناني مشروع ليلى في مصر. بعد 90 يوما من حبس سارة حجازي وأحمد علاء، قررت المحكمة إخلاء سبيلهما بكفالة 2000 جنيه، حيث تمكنت من السفر إلى كندا لمدة عام ونصف قبل أن تنهي حياتها في ظروف غامضة. سارة حجازي هي الأكبر من بين إخوتها الأربعة، وتنحدر من عائلة محافظة من الطبقة المتوسطة. عملت كإخصائية في تكنولوجيا المعلومات مع شركة مصرية قبل أن تبدأ ملاحقتها القانونية جراء التهم المرتبطة بالمثلية الجنسية الممنوعة في مصر. ووجهت سارة رسائل مقتضبة لأخواتها وأصدقائها والعالم بأسره بخط يدها، وهي الرسالة التي انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي. ودعت سارة حجازي العالم برسالتها التي كتبت فيها: إلى إخوتي، حاولت النجاة وفشلت، سامحوني. إلى أصدقائي، التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها، سامحوني. إلى العالم، كنت قاسيا إلى حد عظيم ولكني أسامح.